بدايه اول حاجه غادي نقوم بها باش نوضعوا الاعلانات الفيديو، غنمشيو للاستوديو يوتيوب اصدار تجريبي، يعني نمشيو للصوره ديال القناه وتنكليكيو عليها ومن بعد نمشيو للاستوديو يوتيوب. هادشي هذا من اجل نحطو نوضعوا الاعلانات ونقادو الفيديو باش يجيب لنا مشاهده وربح اكثر. نمشيو للاستوديو، من بعد عطاتنا واحد الصفحه اللي هي هذه، يعني الاستوديو فيها كاع يعني المعلومات والتعديلات اللي تقوم بها على طريق القناه. تمشيو استوديو منشئ المحتوى، نديرو التخطي، كليكو على التخطي، من بعد تمشيو للفيديو اللي بغينا نوضعو فيه الاعلان باش نحققو الربح. كاين هاد العلامه هادي في التعديل، تنكليكو على التعديل. على ذكر هاد القناه ديال الاخت امني هال شانيل اللي هي تفاعلت لها القناه وعطاتني خدمت على هاد الفيديو ديالها. من بعد كاين هنا الصور، هاد الصور هي تتكون مصغره اللي تبان في الفيديو، الا بغيتي تغيرها تتغيرها. غادي ندوزو لها. اول حاجه هي المعلومات الاساسيه، هنا كاين العنوان ديال اجيو تشوفوا كيفاش الطرز، غير هنا في الوصف هي خلات دارت الطرز التركي وخلاتها. غادي ندير لها واحد الاضافه ديال هذاك الوصف باش يعني تلقى مشاهد اكثر الانسان ملي تيبحث. هذوك هما الكلمات الاساسيه اللي تيكونوا في البحث، الشخص ملي تيبحث تيسهل عليه يلقى الفيديو اللي باغي هو. بحال درت هنا الطرز التركي بطريقه رائعه وسهله، خصك توصف ما ديرش غير كلمه كلمه كلمه، يعني هذا راه من الاختراق ديال الشروط ديال يوسف، ما خصكش دير غير كلمه، خصك توصف بان بحال دابا درت الطرز التركي بطريقه رائعه وسهله، يعني ولكل المبتدئين في ميدان الخياطه. هذا الوصف مهم مهم، تنصح لاي شخص عنده القناه وبغى يستافد يدير هذا الوصف مهم. المعلومات الاساسيه هنا الترجمه، بالنسبه للترجمه لتحديد اللغه، الا بغيتي تغير اللغه اولا هذه باش يعني على حسب لكل الفئات اللي تستهدف. هنا تحقيق الربح، هنا ما كاينش اعلان حتى هي مكوشيش عليها، نوضع هذا الزر هذا تولي بالازرق، دونك هنايا يعطيني الحق باش نختار كيفاش نوضع الاعلانات كيفاش نحطهم. كاينين هاد الاختيارات خمسه، اعلان مصغر راه تيكون هاد الاعلان مركب تيكون على الاجهزه ديال الكمبيوتر تيكون لتحت، يعني من الاحسن بلا ما توضعوا هذاك، الا كان احسن بلا ما توضعوا. المهم هنا التخطي، بالنسبه لهنا اعلانات فيديوهات قابله للتخطي، هنا غير قابله، ومن الاحسن ما ديرش غير قابله، دير اعلانات فيديو قابله للتخطي، يعني في ديك النقره فين يعني تستافد وتربح اكثر. من بعد تتكوشي هذه العلامه بعد الفيديوهات وقبل، هنا كاين قبل وبعد. من بعد تمشيو لهنا فين هاد الباند هذه كامله هي اللي عندك فيها الفيديو، فين تحط الاعلان شحال بغيتي تحط. ادراج الاعلان، هاد ادراج الاعلان هي فين تدرج فين تحط هذيك الاعلان، بدايه في الوسط كذا. من بعد يعني كتخدم بلا سوري، تتكليك على ادراج، هنا حطيت واحد تنجر عاوتاني بالفاره على اليسار، تبقى جاروس نحط، تنوضع بغيت هنا بغيت هنا بغيت، من بعد ثلاثة دقايق يبان ليا من نحبس نمشي لإدراج الإعلان، تيتحط عاوتاني تنجور فين بغيت، من بعد ربعة دقايق خمسة دقايق إدراج الإعلان. يعني راه واخا تشوف إعلانات بزاف راه مغاديش يدوزو كامل، إلا دوزو جوج ولا ثلاثة راه ما قالها لحد لحد. من بعد عاوتاني تنجور ونختار فين نحط، من بعد ستة دقايق سبعة دقايق ونكليكي على إدراج الإعلان. وانت غادي بهذه الطريقه هذه انتما واخا تشوفوا الاعلانات بزاف راه ماشي مشكل، وتبقى غادي وتزور تزور وحط فيما بغيتي حسب الوقت، وتكليكي ضروري ادراج الاعلان، وضروري تكوشي هذيك قبل وبعد الفيديو ضروري تكوشيهم، من بعد تجي ادراج الاعلان. كاين اللي يدير ثلاثه، كاين اللي يدير واحد، كاين اللي يدير جوج، اللي عجبك حطو، ولكن راه ماشي غادي تحط هادشي كامل، راه غادي يدوزو اشهارات باش تفهمو وصافي القضية. من بعد تتمشي خصك ضروري دير حفظ التغيرات، التغييرات حفظ التغييرات خصك ضروري
تحفظها، يعني اونجستري ضروري. من بعد دابا هذا الفيديو هذا راه يعني تحفظوا فيه الاعلانات فين غادي نحطهم والبلايص اللي حطيتهم والحساب الوقت وهذه. من بعد غنطلعوا هنا نشوفوا اعدادات متقدمه. الاعدادات المتقدمه مهمه بزاف. هنا التعليقات الا بغيتي يبقاو تحطوا لك التعليقات مهمه، سامح حتى تكوشيها، ما بغيتيش راه ما تكوشيهاش. هنا اهم التعليقات الاحدث او الاولين او اهم التعليقات دير اختياريه، تبقى الاختيار. هنا يمكن للمستخدم مشاهده التقييمات، هنايا تكوشيها التقييم ديالها. هنا بالنسبه للترخيص قياسي ولا كرياتيف، واش يعني تيكون ديالك ولا يمكن عدد ديال يستعملوا واحد اخر هذا الفيديو هذا اللي درتي كرياتيف. من بعد هنا المشاركه كل ما كان يعني ما لو تحدد. هنايا ترجمه بالنسبه للسماع والتضمين. هنا بالنسبه تقييد حسب العمر، الا كانت تقييد على حسب الفئه ديجا تقول خسارة، واش 18 عام فوق واش كذا. هنا اشخاص والمدونات. هنا هذا الفيديو الا كان مثلا ترفيهي تختار ترفيهي، باش كاع اللي مشى للترفيه يلقى كوميديا اخبار او لا تعليم او لا تعليم او لا مؤسسه خيريه او لا مازال وحيوانات، تختار الفئه اللي تجي تشوفه. هنا بالنسبه للغه العربيه او الفرنسيه او هذه تقييمات السماح للمشاهده. هنا العناوين الاخرى، هنا تاريخ التسجيل لو بغيتي دير التاريخ. بالنسبه التاريخ يعني تختار التاريخ اللي يكون حسب اليوم اللي درتي فيه. هنا احصاءات ديال الفيديو، اظهار الاحصاءات يعني تبانو لك. هنا تصريح بشان المحتوى، تضمن هذا الا كان تضمن واحد الاعلان ترويجيه او كذا تكوشيها هذيك الفيديو. الا كان شي شركه او هذه او شي ماركة تبينها تكوشيها. هذا هو بالنسبه كيفاش توضع الاعلانات. ضروري دير حفظ التغييرات ضروري لانك تتغير. هذا بالنسبه للتحسينات، هذه الا بغيتي تحسن في الفيديو في الكولور ديالو في الجوده او لا تقطع شي مقطع مثلا في الاخر تزاد لك شي طرف يمكن لك تقطعو يعني غير زايد يمكن لك تقطعو او لا في البدايه. هذه بالنسبه لهذه راه سهله ماشي. هذا بالنسبه للصوت، الناس اللي تيديروا شي اغاني في الفيديو ماشي مسموح بهم، من احسن تنصحهم ياخذوا من هنايا، هذا كلهم مسموح بهم في اليوتيوب، تسمعها من هنا تكليكي بلاي اضافه فيديو، شوف الوقت اللي يناسبك تتكليكي على اضافه اوتوماتيكمون تيتحط لك تما تتكحزو فين بغيتي نتايا، اولا بغيتي الفيديو كامل كله يتسمع موسيقى والصوره تتبقى هي هي. هذه نصيحه للناس اللي يديروا موسيقى ماشي ديالهم، يديروا هاد راه كاينين موسيقى بزاف هنا يعني كثيره. ودير الحفظ ضروري، الحفظ ضروري. هنا شاشه النهايه، شاشه النهايه ملي تيسالي الفيديو تتكون واحد النهايه ديالو، يعني تعطيك واحد توفير الوقت كذا. هذه واحد اول مره لا دخلتي راه تعطيك هذه القضيه. شاشة النهاية مهمة، يعني من تيتسالي الفيديو من تيتسالي الفيديو لك تيجي واحد المربع واحد لاكاز أو تختارها فين تكون هذاك الفيديو فين يتحط في الأخر النهاية. هانتوما كما تشوفوا تتقوم هنايا بلاي إضافة كذا استخدام نموذج أو تجيب شي فيديو هاد الشكل كيفاش يكون، تكون في النهاية في التحت الأسفل فوق يعني فيما عجبك اختار اللي بغيتي اولا بغيتي يكونوا عجوز يعني ندير معاهم فيديوهات. هادو ديالك يعني القناه ديالك تبان هكاك فوق يعني تختار درتي ادراج فيديو تجيب فيديو واحد اخر ديالك باش يتحط معاه. هذا هو اللي كاين بالنسبه لهذه القناه ديال ام نهال شانيل، انا راه خدام عليها. شكرا ليها بزاف وضعت فينا الثقه هذه وصافي تدير الحفظ. هنا بالنسبه للبطاقات هذه اضافه بطاقات، هذا تغيير اللغه، لغه الفيديو تدير واحد تحديد اللغه تختار اللغه اللي بغيتي تحت. هذه بالنسبه بغيت نقول لكم هذه القضيه، هذه الصوره المصغره راه مهمه بزاف، راك درتها في فيديو قبل
بالنسبة إلا بغيتي هنايا حنا كان خاص، كان ما يشوفو حتى شي واحد. أنا هنا تديرو عام، يعني عام ما الناس يشوفوها، حتى أنا درتو لها خاص حتى نقاد الفيديو ودي تحقيق الربح. من بعد درنا عام تمشي دير الحفظ. وبالنسبة للصورة المصغرة كما قلت لكم، هاي على اليسار تختار الصورة، يا إما هما تعطوك الاختيار كاملين أربعة إلا بغيتي دير التعيين. بغيتي مثلا الصورة الأولى تحط الكرسور فوق منها أو تعطيك تعيين، أو لتغيير الصور. تغيير الصور تعطيك سطح المكتب، إذا كانت عندك شي صورة محطوطة في البيرو يمكنك تهزها، بحال دابا هنا تهزها من هنا، ما كايناش هنا، ما تهزهاش من هنا. أولا تنزل الصورة أولا تغير. أنا خليت هذه، دير حفظ ديما الحفظ ما تنساهاش. تحقيق الربح بغيت نرجع معاكم باش غير تذكروها وصافي. فلهذا تنقول لكم صراحة شكرا لأم نهال، وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو آخر ونعمو الفائدة. وما تنسوا الاشتراك وزر الإعجاب، وما تنسوا ليش التعليق باش نستافدوا أكثر.